عملية الاستورج اوف الفيتامين ايه زي ما احنا اتفقنا في المحاضرة اللي فاتت، ان انا الفات سولابل فيتامين الزيادة منه بتتخزن في بعض الاماكن، فالاستورج هنشوفه هيتخزن فين. الفيتامين ايه is stored in the liver released into the blood attached to the binding protein اللي هو ابو ريتينال بايندينج بروتين او الار بي بي. الفيتامين A توكسيستي او بيسمى بالهايبر فيتامينوزيز A هتحدث امتى؟ لما يبقى عندي the capacity of retinal binding protein او الار بي بي has been exceeded، الكباسيتي بتاعته بقت مليانه كلها فيتامين A، ما عادش عندي مكان ان انا اشبك مع فيتامين A. السيلز ار اكسبوزد تو الانباوند ريتينول ده نتيجه لي اكسسيف يوز اوف فيتامين اي سبلمنتيشن. البيولوجيكال فانكشن اوف الفيتامين اي اول فانكشن عندي بكل نوع من انواع الفيتامين اللي موجوده، فاول حاجه البيتا كاروتين بيعتبر كانتي اوكسيدانت. الريتينول الريتينال الريتينويك اسيد لهم يونيك بيولوجيك فانكشن. بالنسبه للريتينول والريتينويك اسيد هيمشي بنفس فكره الاستيرويد هرمون، ريجوليت الجين اكسبريشن السيل ديفرنشيشن وهيساعد في عمليه الجروس. ريتينال ده كومبوننت اوف الفيجوال بيجمنت رودو اوبسن. الرودو اوبسن اوكير ان ذا رود سيل اوف الريتينا اللي هو ريسبونسبل فور الفيجن ان بور لايت يعني في الضلمه. الريتينال مهم جدا عشان يحافظ لي على السايكل بتاعه او الفيجوال سايكل للرؤيه في الظلام. فكره ماشيه ازاي؟ ان انا عندي الريتينا، الريتينا فيها رود سيل، الرود سيل ديت فيها الاوبسن، الاوبسن ده هو عباره عن فيجوال بروتين، فعندي ال11 سيس ريتينال سبيسيفيكالي باوند بالفيجوال بروتين اوبسن. في وجود اللايت هيكون عندي الرودو اوبسن، الرودو اوبسن ده هيرجع بعد كده يكون لي الاوبسن وي اول ترانس ريتينال. الريتينويك اسيد بارتيسيبيت ان ذا جلايكوبروتين سينثيسيس فور ذا اكشن اوف الريتينويك اسيد ان بروموتينج الجروس ديفرنشيشن اوف التيشو. عندنا الريتينويل فوسفيت فانكشن هيعتبر ككارير اوف ذا الاوليجوساكرايد اكروس ذا الليبيد باي لاير اوف ذا سيلز. يبقى اذا انا ممكن الخص البايوكيميكال فانكشن اوف الفيتامين اي ان انا عندي الاول الريس اللي هو البيتا كاروتين اكت از انتي اوكسيدانت، بعد كده الريتينول هيعتبر كاستيرويد هرمون هيبقى مهم في الجين اكسبريشن والجروث والديفرنشيشن، بعد كده الريتينال هيستخدم في الفيجوال سايكل، الريتينويك اسيد هيشتغل في الجروس والديفرنشيشن ويعتبر او اكت از استيرويد هرمون، الريتينويل فوسفيت بيستخدم كجلايكوبروتين سينثيسيس. الفيتامين اي ديفيشنسي عندي الامراض المتعلقه بنقص الفيتامين اي هو عباره عن الديفكتيف نايت فيجن والكارتونايزيشن اوف الابسيليال تيشو في الاي والسكين، ريدكشن ان الميوكس سيكريشن. المشاكل ديت ناتجه مينلي من ايه؟ بور بيزك دايت نقص الوجبه الغذائيه من الفيجيتابل والالكوهوليكس الناس اللي بتشرب مشروبات كحوليه ممكن بيؤثر عليها ويؤدي الى الامراض الخاصه بنقص فيتامين اي. وبكده اكون انهيت معاكم محاضره النهارده، يا رب تكون خفيفه ولذيذه عليكم. اتمنى يا شباب ان احنا نذاكر اولا باول عشان ما يتراكمش علينا المعلومات العلميه. شكرا يا شباب.